اللي استبعد في ثانيه في ثانيه. طالما اتكلمنا بقى عن الاستبعاد، يعني النهارده طلع الاتحاد الافريقي واعلن وقف سيكازوي الحكم الزامبي اللي تفتكروا حضراتكم اللي حكم مباراه قبل النهائي واللي على اثارها صعد الترجي للمباراه النهائيه. حكم الزامبي اوقف من خلال الاتحاد الافريقي النهارده من لجنه اللي كانوا يعني لسه اعتقد ان هم حققوا معاه ولا لسه حققوا معاه، واوقفوا بناء على التحقيق اتوقف الحكم الزامبي قدام حضراتكم. اتوقف ليه؟ اتوقف ازاي؟ يعني في بقى بعض الاقاويل، لكن يعني حطينا ايدينا على ادله لسه طلع كلام رسمي من الاتحاد الافريقي لسه، لكن توقف الحكم اتوقف. طيب الحكم اتوقف لما طبعا انتوا عارفين بقى يعني السوشيال ميديا ما تستناش، اول ما بيطلع ايقاف لازم ولازم ولازم ولازم. فالاتحاد الافريقي افتكر بعد 9 ساعات ان هو يطلع قرار تاني بايقاف الحكم الجزائري مهدي عبيد، الحكم اللي ادار مباراة الاهلي والترجي مباراة الذهاب. لا تعليق، يعني بعد 9 ساعات، بعد 9 ساعات. طبيعي جدا ان انا بتكلم كاتحاد افريقي، ان انا بقعد كلجنه بدي جزاءات بعمل اي حاجه، ان انا بطلع الجزاءات في نفس القعده في نفس الجلسه، ما بطلعش دلوقتي قرار ولما الاقي الدنيا بدات تتكلم والناس بدات تطالب بحقوق وحاجات، ان انا اروح بقى 9 ساعات افتكر ان انا اوقف حكم عشان يعني تسكتوا. ماشي. الكلام ده بيبين لكم حاجه كبيره جدا جدا. خلاص الاتحاد الافريقي خلاص، يعني مش هنتكلم بقى على الاتحاد الافريقي، بتكلم بصفه عامه. ولما نقول الاهلي بيتعرض لكميه ضغوط مش طبيعيه من اول ما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، ومش بدافع عن حد عشان بس ما حدش يطلع يقول اصل بيدافع عن مجلس، انا ماليش في الكلام ده خالص، بس انا بقول لكم حقائق، حقائق كبيره جدا كمان، حقائق ليها كواليس ما ينفعش تتقال على الهواء ولا ينفع تتقال على الملأ ولا ينفع تتكتب، لكن حقائق. لكن الجمهور الاهلاوي معذور طبعا لانه دايما بيشوف الحاجات اللي ظاهره، لكن تطلع تتكلم في كواليس طبعا الموضوع بيبقى صعب جدا، بقى صعب جدا جدا يعني. لكن ضغوط كبيره جدا جدا، ضغوط كبيره جدا من اول ما بدانا نقول لعيبه ولاعيبه تمشي ولاعيبه تيجي وفلوس كبيره قوي مبالغ فيها جدا، طلعت مبالغ مش طبيعيه وانتقادات ومش عارف مين راح ومين جه وضغط، وضغط حكام وضغط من بره، ويقف وليد ازارو في ثانيه وحكم في ثانيه توقف علشان ما تتكلمش، يعني كميه ضغوطات من جميع النواحي. وفي الاخر الاهلي وصل لمباراه افريقيه او نهائي او التتويج الافريقي، لكن ما حصلش نصيب. فيعني انا عارف ان انتوا فاهمين وعارف ان انتوا مستوعبين الكلام كويس قوي. اللي انا عايز اوصله النادي الاهلي كبير جدا ومش كلام، النادي الاهلي فيه ناس بتخاف عليه جدا ومش كلام، الناس اللي في النادي الاهلي بتعرف تدير كويس قوي ومش كلام، لكن كل حاجه ليها وقتها. النادي الاهلي عنده صفقات ومش كلام هتشوفه، لكن ما ينفعش نطلع نقول. فنقف دار بعض الجمهور بكل اشكاله، خصوصا جمهور السوشيال ميديا. لازم نرجع لشكل الاهلي، لازم نرجع في ظهر الاهلي زي ما كنا، زي ما كنا، مش عايزين حد يدخل يسخننا نروح احنا سخنانين. ما كناش كده خالص. ان شاء الله الاهلي يرجع، ان شاء الله الاهلي يرجع لبطولاته زي ما انتم متعودين. النادي الاهلي في عز ما هو، يعني احنا كمنتمين النادي الاهلي ودخلنا جوه جدرانه وعرفنا كل كواليسه وعارفين النادي الاهلي عمره ما بيتهز، لكن انتوا شايفينه اتهز شويه، لكن حتى هو مهزوز من وجهه نظركم. النادي الاهلي واخد بطولات كتير جدا، في انديه كبيره جدا بقى لها 10 سنين ما خدتش مثلا 1% النادي الاهلي بياخده، وانتوا خايفين على النادي الاهلي، وده حاجه جميله جدا وحاجه ظاهره صحيه، لكن ما تخافوش وما تقلقوش، يعني دايما النادي الاهلي دايما وقعته بألف قومه.